لدينا محمد الهزيم، ماركو جوزيه الفاضل، صالح الفاضل، عزيز نصار، راضي الحمدان، علي السيف. هذه الأسماء الموجودة مع فريق كويت الستيل بلونه الأسود. هنا المحاولة والكرة داخل منطقة الجزاء، المرور والتسديدة، الله! يا للإبداع ويا للجمال! هدف جاي من وين؟ هدف جاي من الكوبا كابانا، جاي من هناك. الهدف في اللقطة الماضية، لا هدف جاي من هنا، هدف جاي من أرض الكويت، هذا هدف جاي من الإمباركية، جاي بعراقة الإمباركية في اللقطة الماضية، لا بعرق السامبا. عزيز نصار، ما أجمل المرور وما أجمل المراوغة. عزيز يعز فريقه بهدف أول. حاول التقدم، المرور، يا سلام على مارك وعلى المرور وعلى التقدم. يا الله 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 على التمريرة، لكن تمر مباشرة الكرة. ننتظر ونترقب في مواجهة حارس المرمى علي السعدي. السعدي هل يسعد فريقه بالتصدي؟ التقدم للأمام والتسديد، الله! ماركو، شوف يا شوف عزيز المشاهد، بالإعادة لو جات لن تراها، بالإعادة ما تشوفها بالإعادة، بالبطيء ما تشوفها، لا يلام حارس المرمى. هنا تسديدة حاضرة أمامنا يا جماعة، بالإعادة ما تشوفها، تسديدة قوية. ما أعطى حارس المرمى علي السعدي حتى فرصة ليتحرك، ظهر في بعض المباريات، لكن أعتقد أن حسم الأمر. ثلاث أهداف، ثلاث نقاط، يا لفرحة الانتصار، يا لبهجة الانتصار، ويا لروعة الانتصار لفريق الكويت ستيل، الفريق الذي أبدع، الذي تألق، الفريق الذي تجمل في مباراة اليوم إبداعاً وهجاً تألقاً بصورة جميلة وصورة رائعة. أعتقد عنوان الشوط الأول ونجمه الأول محمد الهزيم.